إذا ظلت الحكومة العراقية صامتة على انتهاكات القوات التركية لأراضيها فسوف يأتي يوم نجد فيه المواطن العراقي يستأذن الجار إيران قبل أن يدخل الحمام. لم نقرأ تصريحاً من نائب عواطف النعمة لمدة شهرين كاملين، هل هذا معقول؟ أخشى أن تكون النائبة في إجازة أو تعاني من معكة صحية لا سامح الله. نتمنى عودتها سالمة غانمة لمواصلة جهودها القومية في زيادة عدد المرضى النفسيين في العراق. الصورة في العراق ليست قاتمة وسوداء دائما، فما زلنا نملك القدرة على الابتسام والضحك بفضل تلك التصريحات العجيبة والغريبة للسيد حيدر العبادي، والتي يقسم فيها بأنه يعرف الفاسدين وسيلقى القبض عليهم قريبا، بدليل أننا نراه على الفضائيات يلتقي معهم ويتسامى كل مساء. لقد أثبتت تصريحات السيد العبادي أن المسؤول العراقي إن لم تضحك عليه فسوف يظل يضحك عليك طول العمر. والسلام عليكم.